مساء الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بيكم وحلقة جديدة من التاسع. هنحلل مع حضراتكم المسلسلات اللي موجودة في النص الثاني من رمضان النهاردة إن شاء الله على مدار الحلقة، ونتكلم أكتر عن نوعية المسلسلات دي والأدوار اللي موجودة فيها، وإيه الأدوار اللي الناس والمسلسلات اللي الناس كانت منتظراها وابتدت بالفعل إنها تتابعها. لكن بداية هنروح مع حضراتكم للتحليل التكنولوجي كده اللي عاملاه القناة الأولى للأرقام، بعيدا بقى عن مسألة مين بيحب إيه ومين بيتفرج على إيه، لكن زي ما تعودنا من أول حلقة في التاسعة في شهر رمضان المبارك إن إحنا هنروح مع حضراتكم للمحافظات ونشوف أخبار نسب المشاهدة فيها إيه، ونشوف والنهاردة إحنا بنتكلم عن مسلسل فراولة للنجمة نيلي كريم، وبنشوف مع حضراتكم المحافظات الأعلى بحث عن المسلسل. كانت في البداية محافظة اسكندرية، بعد كده جت محافظة الجيزة، وبعد كده محافظة القاهرة، وبعد كده القليوبية، وبعد كده السويس. كمان كانت الناس بتدور على جوجل على كلمات متعلقة بالمسلسل زي مسلسل فراولة نيلي كريم، مسلسل نيلي كريم، مواعيد مسلسل فراولة، مسلسل فراولة الحلقة الأولى. الحقيقة أن الفنانة نيلي كريم يمكن كانت عودت الناس بقالها فترة كبيرة على الأعمال الدرامية التقيلة للناس، برضو اتأثرت بشكل كبير فاتن أمل حربي، ويعني مجموعة كبيرة ذات في 2013، مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التقيلة الحقيقة اللي أكيد كلها بتناقش قضايا كبيرة، ويمكن الناس اتعودت على الشكل ده. لكن برضو من البداية هي الدور الكوميدي برضو بيأثر مع الناس جامد جدا، وأعتقد أن هي شخصيا بتستمتع بيه، ويمكن نرجع لغبي منه فيه وأعمال درامية أعمال كوميدية كثيرة هي برضو اشتغلت عليها بشكل كبير، ويمكن مسلسل بميت وش في 2020 أيام ما كانت الكورونا يعني مسيطرة على الناس وحالة القلق كانت يعني داخلة كل البيوت، جم كل أبطال مسلسل بميت وش وسكر نيلي كريم أدخلوا البهجة علينا بشكل كبير. فهي السنة دي راجعة بمسلسل فراولة، واللي يعني المفروض فيه جرعة كوميدية وخفة دم، والكوميديا اللي هنا بتعتمد على الورق أكتر من حاجة من أي حاجة تانية، وكوميديا الموقف اللي فيها هي طالعة بنت صاحب عقار بسيط في الزمالك لكن عندها طموحات كبيرة، وحكايتها بقى مع قراية الفنجان وحاجات كتيرة هتتابعوها من خلال متابعتكم لمسلسل فراولة. هنروح لفاصل ونرجع مستمرين في حلقتنا، خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد، وهنتكلم دلوقتي عن مسلسل جودر، واللي الحقيقه يعني رجع بينا للاعمال الشعبيه وشهريار وشهرزاد والحكايات والحكي الشعبي اللي كلنا بنحبه وبنتاثر بيه. لكن يمكن صعوبه انتاج الاعمال دي وصعوبه اخراجها كانت بتخلي ناس كتير تقول ان احنا ما نعرفش نعمل الف ليله وليله تاني. الحقيقه انه ورا يعني الكواليس في عمل كبير سينمائي او درامي ضخم دايما بيكون في اعداد كبيره من الناس اللي بتشتغل ورا الكاميرا، وعلشان كده يمكن مسلسل جودر السنة دي قدر ان هو يقدم المنتج المميز والصورة المختلفة اللي الناس بتشيد بيها وبتأثرها عليهم من اول يوم لعرض المسلسل. خدعة بصرية كتيرة ليها تأثير كبير على إثراء الصورة وعلى جودتها، وكل ده طبعا بيؤثر على جودة الدراما المقدمة للناس وبيزود الصناعة وبيثقلها، ومسألة استخدام التكنولوجيا والتقنيات الجديدة كمان بيخلي الدراما متطورة بشكل كبير، وده يخليها تواكب ما يحدث عالميا. مسلسل جودر هو بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة ياسمين رئيس والفنانة نور ونخبة كبيرة من النجوم. خلينا نتكلم بشيء من التفصيل عن مسلسل جودر. معانا على التليفون المخرج إسلام خيري. مساء الخير على حضرتك وألف مبروك، يعني الردود الأفعال الإيجابية على المسلسل من أول عرضه والصورة المبهرة اللي شدت الناس بشكل كبير وشالت من دماغنا كلنا مسألة إن إحنا ما نقدرش نعمل ألف ليلة وليلة. صعوبة إخراج النمط ده من المسلسلات. مساء الخير الأول، وكل سنة وأنت طيبة، وكل سنة والمشاهدين طيبين. سعيد بردود الأفعال جدا الحمد لله، والمسلسل لسه ما انتهاش، فيعني بس يعني الحمد لله على البداية. أتمنى إنه يكمل بنفس النمط وأحسن في الأيام اللي جاية، والناس تتعلق بيه أكتر عشان يكتمل الموضوع، عارفة، على بعضه. ده في البداية. رقم اتنين، زي ما حضرتك بتقولي هو نوع صعب، يعني في تنفيذه صعب
مكلف جدا جدا جدا، وقلما بيتعمل خصوصا في الوقت اللي احنا فيه والاسعار كل حاجه غاليه. بس هو هنا في العمل ده، لانه مش دايما بيتاح الفرصه لينا كصناع ان احنا نلاقي نوع زي ده نقدر نبين فيه حاجه مختلفه عن العادي اللي احنا بنقدمه في العادي. فكان كل الناس عندها حماس زياده وطاقه ايجابيه ان هي تقدر تبين شغلها اكتر، حتى لو جات على نفسها وعلى وقتها وعلى البادجت. يعني في ناس قدمت تسهيلات كتير يعني عشان ده يحصل. وهو الموضوع يعني ده يعني كان اساسه الحب فعلا، يعني مش كلام للاستهلاك يعني الاعلامي او كده، حقيقي هو عمل محتاج تداخل. يعني انت عندك فريق جرافيكس يتخطى ال 200 بني ادم واكتر من 250 بني ادم جوه اللوكيشن، فبتتكلمي خلاص في ده كل ده في ايام ما فيهاش مثلا مجاميع والتصوير بيعدي الارقام دي بكتير. فده محتاج ان الناس كلها كانت تبقى تيم وورك وحابه ده وحاسين ان هم يقدروا يشيلوا بعض، لانه احنا لو ما شلناش بعض في كل الاقسام ما نقدرش نوصل بالنتيجه المرضيه. سواء في الاول بقى عشان الكلام خدنا يعني على راس الناس اللي كانت متحمسه واللي ابتدت اللي حطت البذره بتاعت المشروع ده، يعني هو الاستاذ ياسر جلال مع الاستاذ انور عبد المغيث، واشتغلوا على النص بتاعه فتره كبيره. يعني لانه لما جالي السيناريو هو سيناريو مكتمل، حدوته جذابه مكتوبه بلغه رشيقه، استاذ انور عبد المغيث عامل حاجه في منتهى الجمال، يعني متينا الطعم بتاع الف ليله وليله بالحوار الثالث اللي فيه المزج ما بين العاميه، وبعض الاحيان بنروح لبعض كلمات من اللغه العربيه. طب عايز اسال حضرتك عن الفنان ياسر جلال وانه يخرج بره الدراما الاجتماعيه او الوطنيه اللي الناس كان بقى لها فتره بتشوفه فيها وينجح بالشكل ده. اعتقد ده يعني ذكاء في اختيار الدور، وانه ما فضلش على نمط واحد، لانه الناس دايما بتمل حتى وان كان النجاح كبير. طبعا طبعا انا متفق معاكي، هو الاستاذ ياسر نجم كبير، عنده قدرات تمثيليه جباره. النوع ده مش نوع سهل، لانه صحيح. هو بيتطلب بعض المبالغه احيانا في الاداء، نوصل لشكل مسرحي احيانا، لان هو ده المطلوب هنا في النوع ده. ازاي يبقى المقاس ده قد ايه؟ يعلى لحد فين وينزل لحد فين؟ ايه المساحه اللي عنده انه يعمل ده؟ فهو لا، هو بارع وبارع في اختيار النوع. وعشان ده يوصل كان يعني بيبذل مجهود حتى مع يعني احنا كلنا مع حد جديد ممثل صغير بيبقى حريص ان هو يقول صح ويساعده عشان المشهد كله يطلع كويس. فهو ده اللي انا بقوله لك، انه كله كان حريص على المشروع. عايزه كمان اسال حضرتك عن الديكورات، ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي الناس على مواقع التواصل الاجتماعي بتتكلم عنها، وقد ايه هي مبهره، وازاي ده يخدم عمل زي الف ليله وليله والنمط ده من الاعمال. بصراحه الباشمهندس احمد فايز، يعني انا حصل لي وانا بشوف الديكورات، يعني احنا بنبقى قاعدين وشايفين رسومات وفي ريفرنس ومع ذلك انا بدخل الديكور، يعني كنت بتفاجئ زي ما المشاهدين كده متفاجئين من كتر الدقه والنسب المظبوطه والالوان الحلوه والحجم الجبار. احمد فايز عامل فوق ال 74 ديكور في المسلسل ده بسكيل ضخم جدا جدا جدا، يعني يعني باني كميات اماكن، ولسه في حاجات في الحلقات اللي جايه ان شاء الله يعني هنشوف شغله اكتر. ومنى التونسي مصممه الازياء برضو يعني عامله شغل تفاصيل صحيح. يعني الناس كلها بتتكلم عن لبس الفنانه ياسمين رئيس ولبس الفنانه نور، كل الناس على مواقع التواصل الاجتماعي والستات على وجه التحديد يعني بتشوف الحاجات دي كويس قوي. يعني في شغل حاجات يدويه
الحاجات دي انقرضت يعني او ابتدت تنقرض، فان انت ترجعي التطريز بالشكل ده الدقه دي، فكانت هي تصنيع المجوهرات والتيجان الخواتم الخناجر مع احمد فايز والاسلحه يعني الدروع، كل دي حاجات يعني فيها صنعه صعبه يعني ومجهود جبار وبتتعمل هاند ميد، فاعتقد كمان بتاخد طبعًا وقت كبير عشان تتنفذ. وفي حاجات بتتعمل بماتيريال مش حقيقيه، يا اما لغلاء الثمن او لصعوبه استعمالها في التصوير لو ده بالماتيريال الحقيقي. فهو يعني عشان يوصل للصوره دي لا كان في مجهود جبار. انا بس ايه عشان يعني اتكلمت على فايز وعلى منى فيما يخص الصوره، في يعني اتنين عنصرين بقى يعني كانوا جبارين، مدير التصوير الاستاذ تيمور تيمور، وهو فعلا يعني دخلنا السحر بتاع العوالم اللي احنا رايحينها وعينينا مرتاحه وما نبقاش مش شايفين يعني. ف يعني كان عنصر بجد انا يعني فخور باللي هو بيعمله وعامل شغل جبار. وشركه اروم طبعا انه يعني مخلين كل ده المجهود ده انت مصدقاه مش عارفه فين الست اكستنشن من ايه اللي متكمل ديكور وايه اللي مش ديكور. يعني ده اظن ان هو معمول كويس بشكل كبير ونسبه كبيره. عايز اسال حضرتك كمان، انا كل الاسامي اللي بسمعها اشتغلوا في المسلسل، واحنا هنا بنتكلم عن خادعه بصريه وجرافيكس وديكورات مصريين. طبعا تامر مرتضى يعني اكبر شركه جرافيكس في مصر وفي الشرق الاوسط يعني، وهو الشركه المنتجه مع ميديا هاب الاستاذ محمد السعدي والمتحده، ثلاث كيانات كبار ورا المشروع داعمين ليه. باين يعني مش محتاج اقول على الدعم لان هو باين على الشاشه، يعني وفروا كل شيء تقريبا بشكل استثنائي. والميزه انه فعلا كل الاسماء اللي اشتغلت في المسلسل مصريين، يعني حتى مكياج ملابس ديكور كل المزيكا، شادي مؤنس برضو عامل مزيكا رائعه، باشمهندس حسن ابو جبل المكسير، عزيز شافعي عامل تتر جميل. وده اللي يثبت الحقيقه استاذ اسلام ان احنا عندنا القدرات المصريه اللي تقدر طول الوقت تقدم الاشياء او الاعمال اللي الناس كانت متخيله انها خلاص بقت اعمال اسطوريه خالده مش هتتغير ومش هيجي زيها تاني، وان احنا نشوف جودر النهارده ده يعني نجاح كبير. صدقيني هم شغالين بحب وعندهم استعداد يعني يعملوا قد كده عشرات المرات، لان هم بيبقوا مبسوطين يعني انا او زمايلي ان احنا بنعمل حاجه مختلفه، وان شاء الله يا رب يعني نقدر نكمل باقي الحلقات بمستوى يرضي الناس. ده اهم شيء، هو دول اللي احنا عايزين نوصل لهم ونقدم لهم حاجه مختلفه، ويا رب دعواتكم. كل التوفيق لحضراتكم كل القائمين على مسلسل جودر. شكرا جزيلا المخرج اسلام خيري، شكرا جزيلا على وجودك معانا. فاصل ونرجع مكملين مع حضراتكم. قالوا لي انك عاوزني يا حبيبي. وليه مزاج نسهر واحكي لك؟ احكي. معايا بقى ولا مش معايا؟ اقوى غريزه في الحياه حب البقاء. العالي التزموا بالخطه ام. تسحب اللحاف من عليا عشان انا بحبك. انا قمر اللي مش عاجبك يشد في حواجبك. ثبتني بحبك. انا العمود اللي من غير البيت هيقع. دايما البدايات الصغيره هي اللي بتوصلنا للنهايه. هتحس بحاجه بنت. ممكن تشارك حياتك في يوم وليله. انت شعور ذات لو عينك غفلت فيها ثانيه تتلدغ. اللي جاي طلع حي وحشو. كله ارفع ايده فوق. بو يا ولا ازعلك. انا جيت لحد عندك هنا وخيرتك. اللي معانا هيبقى مننا. من هنا العالم كله هيعرف. ده احنا هنحتفل بقى وكل واحد شايل شيلته. ايه رايك؟ خطيره. متجمعين عند النبي. ايه الاعداد دي كلها؟ واحد واحد.
بونسوار ميزامي. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. يعني الوجبه الرمضانيه الدراميه الكبيره دي اللي موجوده على كل الشاشات المتحده، هنناقش مع حضراتكم مسلسلات النص الثاني من رمضان وكمان النص الاولاني من رمضان، وايه العلامات المضيئه في هذه المسلسلات كلها مع الناقد الفني عبد الله غلوش. اهلا بيك منور. اهلا يا استاذه هاني، كل سنه وانت طيب. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كله بخير. ابتدى النص الثاني من رمضان وعندنا مسلسلات كتير كانت 15 حلقه في النص الاولاني، وبالتالي عندنا مسلسلات جديده في النص الثاني. بص دي احلى حاجه، وحاسس انه من يعني احنا داخلين على مرحله ايه، سنتين ثلاثه كمان هيبقى خلاص احنا النص الاولاني كله مسلسلات لوحدها والنص الثاني مسلسلات لوحدها، باستثناء مسلسل او اتنين بس اللي هيبقى 30. يعني حاسس ان 30 هيبتدي يختفي مع الوقت. احنا كان عندنا 5 مسلسلات النص الاولاني، 6 النص الاولاني و5 النص الثاني. النص الثاني الخمس مسلسلات اللي بدا عرضهم: جودر، مليحه، بدون سابق انذار، فراوله، وبقينا 2 شريف منير ورانيا يوسف. الخمسه بدايتهم مبشره جدا الحقيقه ومستواهم كويس. انا تحديدا جودر كمان عجبني جدا. جودر من اول التتر اتشديت، قلت خلاص اشتريت المسلسل ده عشان النمط ده بغايب عننا بقاله شويه. بص اساسا بقاله طبعا، يعني بص جزء من الحكايه والنوستالجيا طبعا. يعني انا مجرد ما كنت بقى سمعت كلمه مسرور، سمعت شهرزاد، سمعت التيمه بتاعت الف ليله وليله في التتر، سمعت صوت الديك، انا حسيت ان انا رجعت 30 سنه لورا، بقيت اتفرج على الف ليله وليله اللي انا متعود عليها. بس كنت متخوف من فكره مقارنة، ان احنا لما نيجي نعمل الف ليله وليله دلوقتي بقى الناس هتقعد تقول ايه، خلاص بقى احنا القصص يا جماعه قصص قديمه واحنا في عصر غير العصر وزمن غير الزمن. لا الحقيقه معموله كجرافيك كتصوير وكديكورات وككل حاجه. لا احنا 2024، انا بشوف يعني انا بحب اتفرج على دراما في كذا دوله في العالم، لا يقل عن اي دوله في العالم ان احنا عاملين الحقيقه جودر هايل. وعجبني ياسر جلال فاصل تماما ما بين جودر وما بين شهريار، ده كاركتر وده كاركتر، ده كل حاجه، حتى نبره الصوت، حتى كل حاجه. الاستعراضات كمان معموله بشكل حلو جدا. فالمسلسل كله شايف الكاست ازاي، اختيار يعني الكاست بتاع جودر لسه يمكن زي. قبل ما نبدا كنت قايل لك ان من احلى الحاجات في جودر هو الكاستنج، يعني انه حتى ضيوف الشرف هم نجوم كبار. يعني اللي طالع في مشهدين او مشهد لا ده نجم كبير ونجم فرحان انه جاي يشارك في المسلسل، مفيش استسهال. في مسلسلات تانية عادي يلا نجيب اي حد نعمل ده اي حد معدي يلا تعالى اعمل الدور ده، لا ده كل حاجه. احمد كشك مثلا طالع في مشهدين فإن جدا، محمد عبد العظيم نفس الحكايه، محمد التاجي، ناس كتيره جدا. وبعدين من الحاجات الحلوه قوي في السيزون ده الحقيقه انه في وجوه شابه كتير جدا ظهرت، ووجوه شابه كتير مبشره وكويسين، وفي نفس الوقت في وجوه كبيره وناس ممثلين كبار وعظام كان بقالهم كتير غايبين رجعوا تاني. يعني استاذ محمود الحديني شفتيه تاني، احمد ماهر شفناه مره تانيه. فعجبني فكره ان استاذه ميمي جمال في كامل العدد وتاثيرها بقى في الجيل الصغير، يعني كل الولاد الصغيرين اللي كانوا بيتفرجوا على كامل العدد. مثلا كامل العدد لو احنا هنيجي نتكلم عن كامل العدد ممكن نقعد نتكلم الفقره كلها عن كامل العدد، لان في رايي هو احلى مسلسل في النص الاول من رمضان. يعني ده الحصان الرابح من وجهه نظرك جدا. وانا يعني انا كنت خايف من فكره انه جزء تاني من المسلسل، لان احنا دايما عندنا حوار الاجزاء ده مش سهل. يعني وساعات زي بالتعابير الدارج بيخيش، يعني اللي هو ممكن ما ينجحش. فانت لما تبقى عامله جزء الاولاني ناجح جدا وتاخدي مغامره ان انت وريسك ان انت تعملي جزء تاني وتعمليه احلى من الجزء الاولاني، ده حاجه تحيه لكل الناس اللي شغالين في كامل العدد. والجميل في كامل العدد انه اللمه اللي بنتلمها على ايوه الفلس. بص انت بتحسي وانت بتتفرجي ان انت واحد فرد من العيله دي. صح. من احمد وليلى انت جزء من العيله دي. والحلو كمان انه مش بيناقش مشاكل ثلاث اجيال مختلفه. يعني استاذه ميمي جمال، استاذه اسعاد يونس، استاذ احمد كمال، و استاذه وفاة امام طبعا، واستاذ تميم عبده، الجيل الكبار. بعد كده بتروحي بقى الجيل اللي في النص، جهان الشماشرجي وايا سماحه ودينا الشربيني وشريف سلام، ومنتهى الواقعيه كمان. يعني جدا هو ده الحلو، وقصص كلها قريبه مننا. والحلو كمان في كامل العدد بجد انه انت روحي المدرسه مع ابنك ولا شوفي الجروبات بتاعتهم ولا هما بيتكلموا في ايه، ان الجيل ده ما كانش بيتفرجش على اساسا
مش مش ما بي... مش على الدراما المصريه لا ما بيتفرجش على التلفزيون اساسا ففكره انه يبقى قاعد كده ويبقى متضايق قوي وهو اللي يقول لك وهو يقول لك انت شفتي كامل العدد حصل فيه ايه وهو دي حاجه ما حصلتش ودي حاجه تحسب لكامل العدد جدا الحقيقه. طيب نروح لتاني للمسلسلات النص التاني النص التاني مليحه طبعا حاجه من اهم المسلسلات اللي في السيزون ده عجبني يمكن استعير كمان زميلنا استاذ مصطفى عمار رئيس تحرير الوطن لسه عامل مقال عن المسلسل قال فيه جمله جميله جدا فكره انه عبقريه المسلسل ده في توقيته يعني انت رساله من مصر ان انت واقفه مع فلسطين مش بس سياسيا ولا اعلاميا لا انت كمان دراميا وبتوثقي الجرائم اللي بتحصل وبتوثقي الجرائم اللي بتحصل وبعدين بتحكي بقى الروايه المصريه في الاول في الافانت تتر بتحكي الروايه المصريه ايه قصه الصراع ده كله وده بدا ازاي ومين الناس دي وعملت ايه فالولاد الصغيره لما يتفرجوا هيعرفوا في ولاد كتير ما يعرفوش ايه القصه دي ولا يعرفوا اسرائيل دي ظهرت ازاي ولا ايه اللي حصل ولا الاحتلال ده ايه بيتقال لهم معلومات مغلوطه برضه على مواقع التواصل طبعا ففكره المزج ما بين الجزء التوثيقي والجزء الدرامي والجزء الانساني دي حاجه من الحاجات الحلوه في مليحه سيرين خاص الممثلة اللي عاملة دور مريحة عجباني جدا فرحان لدياب أول بطولة مطلقة ليه دي كمان من الحاجات اللي تحسب للمتحدة الحقيقة السنة دي إنه قلبهم جامد في فكرة مساحات كبيرة يعني لنجوم لسه على أول الطريق يلا اعمل بطولة وبطولة مسلسل مهم والمسلسل الوطني السنة دي يعتبر مليحة في النص الأولاني شفنا عصام عمر واحمد داش وكل الابطال اللي معاهم نفس الكلام ناجح لان عصام عمر لما عمل بالتو يعني بس دايما كان رهيبة. كان دايما يقول لك ايه الاعلانات تقول لنا لا ده مش هيعمل لا ده كويس يعمل اوف سيزون او يعمل دور او يعمل دور تاني او يعمل مسلسل على منصه لكن رمضان ومسلسل مهم ويبقى احمد داش وعصام عمر دي حاجه تحسب لهم جدا طبعا وجوه كتير جديدة يعني تألقت جدا يعني أساسا في مسلسل مسار إجباري لو احنا جينا نتكلم عن مسار إجباري مسار إجباري كله وجوه جديدة جهاد حسام اللي هي كانت طالعة المحامية هي عاملة دور كمان دلوقتي في بدون سابق إنذار دور هايل جدا ودور كبير نورين أبو سعدة اللي هي كانت بتحب أحمد داش برضو ممثلة هايلة ده هيشجع جامد انه نعمل اعمال كامله بوجوه جديده وما نبقاش قلقانين من بعد ما ده خرج من المنصات لسيزون رمضان. بصي هو سنه الحياه كمان فكره ايه السنه دي هي بدايه فتره انتقاليه في الدراما. اكيد كريم عبد العزيز احمد السقا احمد عز منى زكي كلهم وجوه بنحبهم وكلهم يعني نجوم كبار وما فيش جدال عليهم لكن ما فيش فيهم حد يعمل شاب لكن الجامعه لكن في الاخر زي ما كريم ظهر ومنى ظهرت وكل الناس دي ظهرت في وقت كان فيه استاذ نور الشريف واستاذ يحيى الفخراني ويسرى وكل كل النجوم دي واستاذ صلاح السعداني هو احنا داخلين على مرحله جديده مرحله بقى عصام عمر و واحمد داش والجيل ده كله هيبتدي يظهر هيبتدي بقى ايه كريم وباقي النجوم الجيل بتاعه هيبقى ليهم انواع معينه من الدراما وادوار تانية مختلفه فهو هي دي سنه الحياه احنا في الاخر احنا كان لغايه النهارده استاذ يحيى الفخراني موجود يعني مش هيمنع ان كريم هيبقى موجود وكل الجيل ده موجود بس الجيل التاني ده انا شايف ان في مسلسلات كتير جدا هتبقى ليه الفتره الجايه وحاسس انهم قدروا قد ايه يشيلوا المسؤوليه انا شايف لا نجحوا جدا ومسلسل من انجح المسلسلات الحقيقه ومن اكتر المسلسلات اللي حافظ على الايقاع بتاعه طول رمضان نفس ده حصل قبل رمضان على طول في واتشت في مسلسل حاله خاصه مثلا يعني لو بلطو كان السنه اللي فاتت بس حاله خاصه قبل رمضان على طول الناس كلها كانت بتستنى يوم الاربعاء ده يجي عشان تشوف الحلقتين الجداد فده دليل على ان الناس ابتدت يعني مش فارق معاها اسم النجم قد ما الفكره كمان الفكره لو هي حلوه الناس هتبتدي تحبها وتتفرج عليها حاله خاصه من المسلسلات الهائله نادين خان مخرجها الحقيقه يعني انا كنت بحب اتفرج على مصر وشوارع مصر بعنيها بجد يعني ليها ستايل معين في الاخراج جميل سواء صابرين او بسمه الاثنين الامهاتين عملوا دور هايل جدا انت كنت متأثرة بمدرسة محمد خان بشكل كبير يعني. طبعا طبعا صابرين انا حسيتها فعلا ام عصام عمر وبسمه حسيتها ام احمد داش وبسمه ده فكره نعناع ده دور جديد عليها وهي ما عملتوش قبل كده ما عملتش الست الشعبيه كتير ف
حتى كل الناس الأستاذ رشدي الشامي، كل محسن منصور، كل الناس في المسلسل، مي الغيطي، كل الناس في المسلسل عملوا أدوارهم حلو جدا الحقيقة. والنجمات الستات السنة دي كمان حسن عندهم جرأة في مسألة إن هم يطلعوا أمهات لشباب عادي. كبار يعني خلاص بقى بيقدم دينا الشربيني أم لفريق كورة بحاله ما عندهمش المشكله دي، ودي حاجه كويسه جدا. كل يعني تعالي لو احنا بنكمل بقيه المسلسلات عندنا بدون مسلسل آسر ياسين بدون سابق انذار، لكن بدون استأذنك وهما بيقدموا الحقيقه معضله انسانيه كبيره في المسلسل من اول حلقتين. نروح بس الفاصل ونرجع مستمرين في حديثنا مع الناقد الفني عبد الله غلوش عن كل دراما رمضان. فاصل ونكمل مع حضراتكم. نرجع للحديث عن دراما رمضان مع الناقد الفني عبد الله غلوش. اهلا بيكم ونورنا. اهلا بيك. وعايزين نتكلم بقى برضو على المسلسلات اللي انت شايفها يعني ممكن تكون كان تاخد حقها اكتر من كده لكن اتظلمت، مثلا في وجود جرعه مثلا من النوع ده كتير مثلا. يعني هي اتظلمت عشان الدنيا زحمه يعني، وحاسس انها لما تتعد هتاخد يعني رد فعل احلى مع الناس، منها مثلا سر الهي للروجينا. المسلسل ده فيه مشاهد كتير حلوه واحداثه كويسه، ده حاسه لما يتعاد تاني الناس هتحبه. من المسلسلات اللي ما اتظلمتش بس هي اتعرضت منصه بس، لما تتعرض تلفزيون هتحقق نجاح كبير كمان لحظه غضب الحقيقه. ولحظه غضب من المسلسلات اللي ستايل جديد وما اتعملتش، وفكره جريء شويتين مخدع على مواقع التواصل الاجتماعي كلام كتير، وبلاك كوميدي ما اتعملش قبل كده. ويعني الحقيقه صبا مبارك عملت الدور حلو جدا، ومحمد محمد شاهين كمان عمل دور هايل في المسلسل ده وعمل مشاهد كتير حلوه. غير كده مش حاسس ان في مسلسلات اتظلمت، يعني كل مسلسل خد على قد التقييم الفني ليه. الحاجه الحلوه الناس بتحبها وبتتفرج عليها، ويعني لو في 100 مسلسل مش 30 بس. من المسلسلات اللي عجبتني السنه دي يعني انا في اكتر من مفاجاه حلوه بالنسبه لي، مسلسلات ما كنتش اتوقع انها تبقى حلوه او ان انا اتشد او ان انا افضل النهارده 19 رمضان افضل اتابعها لغايه دلوقتي. مسلسل المعلم الحقيقه مسلسل حلو وقصته حلوه واحداثه كويسه. سهر صايغ مثلا كمان من احلى ادوارها. امبارح مثلا عملت مشهد مع باباها لما اكتشفت ان هو سرق حماها، مشهد هايل يعني. واحده حسستني احساس الواحده اللي عندها كانسر وفي نفس الوقت هي مش متضايقه على تعبها قد ما متضايقه في صدمتها من والدها. انا شايف المسلسل المعلم من المفاجات الحلوه. حق عرب من المسلسلات الحلوه ولغايه دلوقتي محافظه على الريتم بتاعها، وكل يوم يحصل حاجه حدث جديد، وده ما بيحصلش دايما في مسلسلات ال 30 حلقه. يعني مسلسلات ال 30 حلقه عاده كده بتريح 3 4 حلقات تعمل حدث حلو في حلقه. عرب الحقيقه ما فيهوش الحكايه دي، والمسلسل محافظ على الريتم بتاعه وعجبني جدا. والدويتو اللي ما بين وفاء عامر ورياض الخولي الاساتذه الكبار طبعا، احمد العوضي كمان عارف يغير ما بين كل كاركتر وكاركتر بيعمله. الحشاشين طبعا يعني ما ينفعش نتكلم على سيزون رمضان وما نتكلمش على الحشاشين. السنه دي في علامات مهمه في الدراما، سواء الحشاشين سواء جودر سواء مليحه، تلات علامات مهمه. كل المسلسلات في كفه وكل المسلسلات حلوه طبعا الباقيين، بس ثلاث مسلسلات دول تحديدا ثلاث علامات مهمه وثلاث مسلسلات بتبين قد ايه تطور الدراما عندنا في مصر، مش بس ككتابه وكاخراج لكن كتصوير. حسين عاصر عامل تصوير هايل وعالمي الحقيقه في المسلسل ده، زي ما تيمور عامل في مسلسل جودر تصوير هايل. المزيكا امين ابو حافه زي كل المسلسلات عندنا بورك، هتلاقي المزيكا المكياج المونتاج الجرافيك كل ده. الثلاث مسلسلات دول تحديدا مسلسلات اللي انت تقولي بقى فيهم، واحنا كنا بنفتقد مساله الابهار دي يعني. صح. يمكن ده اللي بيودي الناس للدراما بره مصر. صح. مساله الابهار دي انا شايفاها رجعت في مسلسلات. صح. كتير يعني السنة. انا بصي احنا في الاخر احنا اللي علمنا الناس في الوطن العربي دي فكره الدراما التاريخيه تحديدا. فاحنا الحقيقه يعني معرفش ايه الاسباب اللي خلتنا نبعد عنها.
في دول تانية سبقتنا، سوريا سبقتنا فترة من الفترات، تركيا سبقتنا فترة من الفترات، لكن احنا السنة دي عاملين مسلسلات لا تقل جودة صحيح. عن اي مسلسل من المسلسلات دي. لو الناس كانت بتيجي في وقت من الاوقات تقول ايه ده احنا ازاي احنا ما عندناش حريم سلطان، لا احنا عاملين احلى من حريم سلطان وعاملين مسلسلات احلى بكتير الحقيقة السنة دي. طب عايزين نروح لبدون سابق انذار، الفنان اسر ياسين وهاني خليفة والحقيقة عاملين يعني بص يعني اصل عندي دايما ايه حاجات كده ايه عارفه جواسيس فبقيس مثلا من مراتي فكره المسلسلات اللي في على جروبات الستات بتقعد تعمل قلق مع الناس، فالمسلسل ده عامل قلق مع الناس، عامل مع الستات قلق كتير وبيتكلموا عليه وفي ستات بقى دلوقتي قاعده اللي لسه مجايبين ببيهات جديد، هو انا ده ابني بجد ولا عامل حاله هواجس عند الناس. المسلسل حلو، ثلاث حلقات، انا ما شفتش حلقه النهارده الحقيقه، ثلاث حلقات جامدين، بس انا عندي مشكله بقى، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل في ال 12 حلقه الجايين لان الاحداث سريعه قوي، حسيت ان كل حاجه يعني المسلسل خلص يعني بالنسبه لي كل حاجه حصلت، ده مش ابنهم، ده الولد اللي كان حتى سافروا الاسماعيليه عشان يشوفوا ابنه الحقيقي طلع توفى، فانا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. لو المسلسل فضل بنفس الايقاع ده بنفس الريتم ده فضلوا خليني مشدود ليهم وان انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل في كل الحكايه، انا شايفه هيبقى ده الحصان الاسود الحقيقه في النص الثاني من رمضان ومن احلى المسلسلات في رمضان، بس انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. بس انا شايف اسر ياسين دور هايل عامله حلو جدا، عائشه بن احمد عملت معاه كذا مشهد حلو، وانا كنت مقلق من عائشه بن احمد فكره انها تطلع ام والحقيقه عامله زي ما انت قلتي في جرأة عند النجمات انهم ما عندهمش مشكله يطلعوا، احنا كان عندنا لغايه كام سنه فاتت بيبقى فنانات عندهم 50 سنه وفي الجامعه او عايشين قصه حب قويه، فالثقافه دي انها تتغير حاجه كويسه. انا بقول لك عاجبني جدا ايقاع اول ثلاث حلقات، هايل بجد يعني، وصوره حلوه وشفت الاسماعيليه وشفت اماكن كتير، لكن انا مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. لو فضل بنفس الريتم ده حاجه عظيمه يعني. طب عايز اسالك عن الكبير الجزء الثامن، وقدم ايه او انت كنت متوقع انه يقدم ايه في الجزء الثامن وقدمه ولا ما قدموش، وعمل ايه مع الناس؟ بص في الاخر شئنا ام ابينا الكبير براند والكبير طب هل الاستمرار فيه كان قرار صح انه نعمل الجزء الثامن؟ ما هقول لك بقى فكرة استمرار قرار صح أو لا، ده نستنى للآخر. عايز أقولك أحيانا في مسلسلات بتيجي الناس بتقعد مثلا ما بتتكلمش عندها 27 حلقة وتيجي عندها حلقات ترند. السنة اللي فاتت مثلا لو نفتكر جعفر العمدة كانت لغاية الحلقة 16 هو مسلسل الناس بتتفرج عليه زي مسلسل حلو ومتشاف وحلو، لكن من يوم 17 رمضان تحول جعفر العمدة إلى أن العزومات كلها بتتفرج على جعفر العمدة، أن الناس كلها قاعدة القهاوي فهو أحياناً حدث بيغير الدنيا، زي ما في سيزون 6 مثلاً مهرجان المزاريطة لما اتعمل كان آخر 3 أيام قلب الدنيا والناس كلها بقى تتكلم عليه. أنا بصي دايماً في الحاجات اللي بتبقى ليها علاقة بالكوميديا وإفهات وحاجات كده ما بحبش أن المسلسل يتعمل سنة ورا سنة، لان ما بتلحقيش تجمعي كم كبير من الافيهات والمواقف والحاجات اللي تخدم عليك. الجزء السادس اللي نجحه نجاح كبير انه قعدنا 5-6 سنين ما كانش فيه كبير، ففي الاخر بقى عندنا بالك كده افيهات ومواقف وحاجات نقدر نشتغل عليها. فكره ان احنا نعمل سنه ورا سنه صعب ومرهقه جدا. ايوه السنه دي فريق الكتابه اتغير، انا شايف الكبير لسه محافظ على نفس جماهيريته ونفس الناس اللي بتحبه الكبير مهما حصل، حتى لو ما بيحصل ايه الناس بتحب تتفرج عليه. بس انا بعتب مثلا على الكرو بتاع الكبير ان نفادي او حاتم صلاح ومحمد سلام هدرس الاثنين ظهروا متاخر شويه، لو كانوا ظهروا بدري كان هيفرق معاهم، لان الستارت في رمضان تحديدا بيفرق جدا مع الناس. لو اتاخرت شويه حلقه 2-3 وبعدين نشوف هتكمل ولا لا، صح؟ فهم اتاخروا شويه يعني، من ظهور في الحلقه اللي ظهرت فيها امينه خليل مع نفادي كانوا كم مشهد لزاز من بعدين المسلسل ابتدى يعلى الحقيقه. طب بوجه عام كده واخيرا شايف ازاي ايه اللي بيميز السيزون ده من دراما رمضان؟ بص انا لو هنتكلم على ظواهر فكره ان المسلسل 15 حلقه كتير. ناجح مع الناس 11 مسلسل ودي نسبه كبيره ومؤثره مع الناس. انا مثلا انا الحاجه اللي مخضوض منها وما اعرفش الناس لانها مش بحسها في الحقيقه كده،
بس المشاكل ما بين الاخوات كتير جدا بجد في المسلسلات دي. يعني ده حتى جودر اخوه عنده مشكله يعني اخوه اصلا عنده مشكله. ففكره الغيره من الاخوات حاسسها كتير جدا. مفيش غير عصام عمر واحمد داش هم دول بس. لكن انا بقولك انا حتى اتفاجئت جودر ذات نفسه نفس الكلام. فكره الانتقام موجوده برضو في مسلسلات كتيره جدا. دي ابرز الحاجات اللي كانت يعني في كقصص واحداث. غير كده لا، انا شايف ان احنا السنه دي ممكن ما فيش مسلسل عامل زي جعفر العمده اللي هو دي بتبقى فلاتات كل سنه بس كل المسلسلات حلوه وكل المسلسلات ليها جمهور وكل المسلسلات الناس بتتفرج عليها. والحلو ان انت ما تعمليش مسلسل الناس كلها تتفرج عليه، بس تعملي مسلسلات لكل شرائح المجتمع اللي مسلسل تلاقي نفسك فيه. انا مش مهم اتفرج على 20 مسلسل، المهم اتفرج على مسلسل المسلسل ده يشبعني ويكفيني وابقى مرضي وحلو. وده اظن موجود لان مفيش مسلسل الناس ما بتتفرجش عليه وما بيحبوش. صحيح. ويمكن كمان بعد ما بناخد الاراء بقى كلنا مع بعض نبتدي اشوف ايه المسلسلات اللي انا ما شفتهاش وابتدي اتابعها تاني بعد رمضان. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا واسعدتنا النهارده الناقد الفني عبد الله غلوش. شكرا جزيلا على وجودك معانا. ربنا يخليك. كده مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا، دايما نشوفكم على الف خير.